حتما سيرحل كل شيء سبب لك الألم أو الحزن يوما ما، سينتهي كل ما مر بك وكأنه لم يكن. ستبقى فقط الذكرى التي ستحكيها عن صبرك، عن إصرارك، وعن فخرك بما حققته وأنجزته. وما عند الله من الأجر والمغفرة خير وأبقى. بدنا نجهز مكرونة. عنا هون إيرانيان شريمبس، الجمبري من إيران، so so delicious هاي البراند. كثير كثير بتكون طيبة يا جماعة، وسريعة جدا وصحية، ما غنية بالبروتين. وهي الوجبة صارت جاهزة، سريعة وخفيفة. اشتقت احكي معكم يا عمي، مشتقت لي. Did you miss me حبيبي or not؟ يعيب الشام عليكم. في مقولة قريتها مبارح عجبتني كثير. Oh my god، بتعرفوا لما تكونوا هيك في حالة نفسية تحسوا حالكم ضايعين، فتشي لكم كم رسالة، قدي بالحق انا بؤمن بالرسائل الربانية، وقدي انه الله عم يطبطب علينا في كثير اشياء بس احنا ما عم نلاحظ. بالحق ربي ديما معانا، he is there always for us. المقولة شو بتقول؟ انا بترجم لكم لانها بالانجليزي. انت منك ضايع، انت فقط في مرحلة انت مش مرتاح فيها في الحياة. المرحلة هي عبارة انك نسختك القديمة عم بتروح، ونسختك الجديدة isn't fully born yet، يعني مش مولودة 100%، كأنه واحدة حامل ابنها لسه ما انولد، بنفس الوقت هو مش نطفة، هو في مرحلة البناء، انت في منتصف التحول. Oh my god، how fascinated. انه انا حسيت حالي كثير ضايعة، انه انا شو عم بسوي، عرفت انه انا I'm lost، مش عارفة فين رح كمل تخصص، هل في روسيا؟ انه الطب الروسي جدا 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 صعب، they are too strict، واذا بدي اروح لاي بلد ثاني ممكن لازمي اتعلم لغة، ممكن البروسيس تبع المعادلة ياخذ معي وقت. فعرفت مرحلة الضياع، وخاصة انه انا حاليا كل يوم بروح للمحاضرة، احنا في سنة سادسة طب، ياريت انه احد نبهني او قال لي سنة سادسة طب كله روسي، ما فيش شي انجلش، even the exam بروح يكون بالروسي، وتخيل انا بعاني في الروسي العادي، فما بالك الروسي الطبي. فبروح المحاضرة احيانا بفهم 50%، احيانا بفهم 20%، بحس حالي انه انا اغبى شخص موجود في القاعة، بظل باكل في نفسي، عرفتوا لي انه انا متعودة بفهم كل شيء، بتناقش بعطي، فانه انا مش قادرة اعطي، مش قادرة اتكلم، ممنوع علي اني اتكلم باللغة الانجليزية، واحيانا تطلع مني تلقائيا اني احكي بتفاعل مع الدكتور وبحكي، فانه هيك بتطلع فيك انه انت شو عم بتسوي، كأنه كرايم انك انت تحكي بالانجليش. ف I lost the motivation، عارف تحس حالك انه I'm so tired، المحاضرة قديشها مملة، والمشكلة انه بنقهر انها بتحكي كثير details even في التكست بوك اللي انا بستعملهم مش موجودين. فبحب اعرف، عرفت في details في practical ما تلقاهم، مش احيانا لا في فيديو لا في ولا شيء. بتعصب لانه، فبكون جدا متعصبة لاني انا ما بفهمه، متعصبة لانه انا بندفع فلوس عشان ندرس بالانجليزي وفي المقابل يعطونا روسي،
والحقيقة إنه this is a challenge. إذا أنا بدي أكمل في روسيا فتخصص بالروسي يعني. المرضى تبعي روسيين, التخصص رح سويه طبي روسي 100%. فهيك أو هيك تشالنج موجود, إذا مش هاي السنة فالسنة الجاية إذا أنا طبعا كملت في روسيا. فإذا ما رح أقدر هلا مش رح أقدر بعدين, لازمني أبذل مجهود أكبر بكثير بكثير, لأنه مش رح ذاكر بس الطب, أنا رح ذاكر لغة جدا صعبة ولغة طبية, وغالبا أنه I'm gonna walk this path alone. عرفتوا عم بتمروا بشي مثل اللي أنا عم مر بيه, لأنه هالشي بقول لنفسي ولألكم لا تستعجلوا النتائج. أنت ما رح تمر عليك يوم حلو يوم مر, وممكن الأيام الهي في بداية التغيير أو في بداية السعي رح تكون أولها كل مر. هذا اللي عم مر بيه أنا حاليا, بس إذا وقفت لحالك وقررت أنك أنت تحاول بعد 6 أشهر مش رح تكون نفس الشخص اللي هو حاليا. فهذا تذكير لأيو لألكم, you are not lost. هالتحدي هذا موجود لسبب, ومدام الله حطنا في شيء معين فهو شيء كان جد معني, لأن هالشيء يعني جد هو لإلنا. إذا إحنا تحطينا فيها situation يعني هو لإلنا. فأنا بشوف إنه المرحلة اللي أنا فيها جدا صعبة, جدا 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 صعبة, بس توجدت عشان أتجهز للتخصص, وخاصة إني أنا ما بقبل إني أنا أكون غبية. بعطيكم شعوري إنه أنا كيف في المحاضرة عبارة شخص يقول لك احكي باللغة الصينية, عبارة شخص بيجيب لك شيء مكتوب باللغة الصينية ويقول لك احكي صيني, وإذا أنت ما حكيت فأنت بالنسبة له غبي, بينما أنت you don't have the skills, لسه ما عندك هاي skills. فأنت مش غبي, أنت فقط لسه في بداية الطريق, وأعطي للوقت شوية وقت وأصبر أكثر على نفسك. يوم حلو يوم مر, وبالنتيجة رح توصل, لأنه أنحنا في هاي القناة ما بنستسلم, وأنا مش رح أستسلم, أنا مش رح أستسلم. It's too hard I know. ممكن لو بلشت دراستي باللغة الروسية من الأول كنت اختصرت الصراحة على نفس الطريق, لكن أنا ما كنت بعرف أي أحد فيكم إذا بدو يجي لروسيا أدرسوا باللغة الروسية حتى لو مش رح تكملوا تخصص في روسيا, لأنه الفورماسيون أقوى, يعني التكوين راح يكون أقوى بكثير من الكورس الإنجليزي, لأنه في الكورس الإنجليزي أنت معتمد على نفسك كثير, وأغلبية الدكاترة ما بيعرفوا إنجليزي وإنجليزيتهم ضعيفة, فمش راح تتلقى تعليم جدا قوي منهم, بينما إذا درست باللغة الروسية راح تتلقى تعليم أقوى بكثير, وراح تفوت كثير في المستشفيات وراح يساعدوك. ما بعرف أوصف لكم شعوري, عرفت الشعور إنك متضايقة بس بنفس الوقت مبسوطة إنه في تحدي قدامك, بس بنفس الوقت زعلانة إنه ممكن هالتحدي ياخذني منكم كثير من السوشيال ميديا, لأنه رح يطلب مني طاقة كبيرة ووقتي جدا ضيق. تخيلوا إنه أنا عم باخذ ساعات خصوصية مرة أو مرتين في الأسبوع, بتمرن 3 مرات في الجيم, عندي دوام كل يوم, وعندي كمان روسي طبي في الجامعة اللي هو هذا مش دروس خصوصية, هذا تبع الجامعة عشان نقدر نحسن اللغة ونمتحن امتحاناتنا بالروسي. تقريبا باخذها 3 إلى 4 مرات في الأسبوع, فلكم أن تتخيلوا قديش أنا ما عندي وقت. وفي هذا كله لازم أرجع أذاكر, ولازم أطبخ وأحكي مع أهلي وأتواصل مع الناس المقربة مني, وبنفس الوقت لازمني أهتم بصحتي النفسية, أعتني بنفسي بجمالي وهاي الأشياء. It's hard, it's hard هاي الفترة إني ألاقي balance, كم بنفس الوقت صناعة محتوى. It's too hard to find balance, وبحس إنه على شو رح لحق, بس I'm so excited إنه في تحدي, أنا قد هالتحديات, وانه رب الخير ما بيجيب الا الخير, والله ما دام حطني في هالشي يعني انا اقدر اقدود. I can do it, بس لازمني اصبر على حالي. رح نشوف هالشي شو رح يغير فينا. حبيت اشارك معكم هالشي وافضفض, يعني بحب احكي معكم الصراحة,
بحس انه ممكن احد يحتاج انه يسمع هالشيء او ممكن يمر بشيء مشابه. ف you are not alone حبيبي and we will keep fighting together. اعذرني اني انا مش هايبر كثير لان الساعة واحدة بالليل وصاحبتي نايمة واخاف اني ازعج الجيران كمان. anyway يلا نبلش نذاكر. عندي homework لازم اسويه وعندي شست بين بكرة درسنا حيكون على شست بين وبنفس الوقت بدي اراجع الكارديوميوباثي. فعندي هلا الساعة واحدة بالليل رح ابتدي اذاكر من هلا لحد الساعة 5 الصبح. رح اذاكر 4 ساعات او 5 ساعات ممكن حتى الساعة 6 الصبح. اصدقائي اشتقتلكم كثير، قديشكم طيبين وحلوين. عم شوف تعليقاتكم انه اشتقتوا لي وبدكم ارجع وتفتحوا دايما القناة عشان تشوفوا فيديوهاتي. بس انا 3 اشهر غايبة عليكم يا عيب الشم علي. المفروض واحد فيكم يطلع ويطرقني كف على هاي العملة. يلا anyway بدنا نروح نذاكر. let's get started. keep 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 what fighting my friend. الفايتينج على أصوله. وصدقوني أنا لما بحكي هالكلام هذا أنا مش أكثر منكم وعي أو مش أنا أكثر منكم حكمة. أنا في هاي القناة هاي أنا عم شارك تجربتي بأقرب صورة ممكن قريبة للحقيقة، بأقرب صورة ممكن قريبة للحقيقة. ما بعرف هاي الجملة صح بالعربي أو لا، بس إنه أقرب شيء ممكن أنا أقدمه بدون ما يتعدى على خصوصيتي للواقع. فأنا عم شارك مش عم سوي دور الفاهمة الفقيهة التي تفهم في كل شيء في الحياة. أنا أبعد عن ذلك بكثير. كل شيء هون للناس اللي بتابعني من زمان وفي هذه القناة، الفكرة أنا بحبكم كثير، بحبكم حب ما بتتخيلوه. أو ممكن أنا ما بحكي عنه، بحس إنه حبي لكم الناس الوفية واللي تفتقدني وتفتقد غيابي، أحبكم حب أنا ما بقدر أوصفه. وانتو بتعليقاتكم بتطلعوا احلى شيء فيا انا بكون مش شايفته. انا بكون فاسينيت بصراحة عن جد هالشيء فيا. طيب انا ليش ما لاحظته؟ فانتو بتطلعوا افضل نسخة مني. وممكن احنا كونكتد لانه انا من نوع من الناس اللي بطمح اخذ افضل شيء ممكن من الحياة. في ناس في هالحياة هي بدها حياة جدا عادية وthat's okay على فكرة. ابدا ابدا هالشيء مش سيء. كل شخص وكيف يروح من جوا، كل شخص واختياراته، كل شخص هو اللي الشيء بيريحه. في ناس اللي بيريح انها تعيش حياة بستايل معين، مثلا انها تعيش في الريف، او شخص يريحه انه يعيش في المدينة. لكن انا بحب افضل شيء ممكن يكون في الحياة. وعندي صورة لنفسي انه بعد سنوات انا راح يكون عندي احدى اكبر مراكز التجميل او عيادة التجميل في الميدل ايست، ولا يمكنني ان اتخلى عن هذه الفكرة. شايفة بس حالي في هالنقطة، لهيك انا حاليا الله عم بيحطني في هالاشياء عشان اقدر اخدم او اوصل للشيء اللي انا بدي اياه. فتقبلوا الاشياء الصعبة اللي بتصير في حياتكم لانها راح تخليكم افضل. تخيلوا انا الصورة اللي عبالي في نفسي، شو هي السيارة اللي راح اكون يعني اسوقها في نفسي. الطريقة تعاملي مع الباشنتس تبعي في مخيلتي بشوفها. I can see it. أنا شو البراندز اللي أنا لبستها، وأنا في الشغل حتى في مخي كل شي هون مسجل ولا قادر استغنى ولا يمكن إني استسلم لو شو ما صار إني أنا أوصل لهالشي. طبعاً ما إلا الموت يعني، لو مت إن شاء الله ربي يرحمني. بس إذا أنا حية لا يمكنني أبداً أتخلى على هالفكرة. على فكرة حتى في البارتر تبعي كثير ناس متقدمت لي وهيك، بس مش على ستاندرز تبعي. مش قابلة اني ارتبط في شخص او لانه انا كبرت او لازم ارتبط، او في ناس عم تتزوج او في ناس عم تتخطب في سني فانا لازم ارضى بالموجود. لا مش قادرة استغنى
على فكرة الرجل اللي أنا بحلم بيه، مواصفات الرجل اللي بكامل طاقته الذكورية، مواصفات الشخص البروفايدر، مواصفات الشخص الداعم، مواصفات الشخص اللي عنده هاي ليفل اوف كوميونيكيشن، انه بتقدر نحكي في كل شيء مثل ما انا هيك، مواصفات الشخص الطموح، مواصفات الشخص الغني روحيا، غني دينيا، غني جسديا، ماديا، وتبع. ما انكم انتم مثلي، وانا متأكدة انكم مثلي بما انكم موجودين في هاي القناة. لا ترضوا باي شيء، لا ترضوا بشيء مش مثل انتم عاوزينه، ما بترضوا بشيء بس لانه هذا هو المتاح او هذا هو الموجود او الكل اللي بيسويه. اذا عندك فكرة هون في راسك وهذا القلب ينبض بشدة بس هي الفكرة تجي في راسك، يعني انت عن جد بدك اياها. هذا هو حدس، هذا الاحساس مش موجود من العدم. وكل ما صدقتوا احساسكم، كل ما نفسكم صارت توثق فيكم اكثر، صرتوا عم بتكونوا في تصالح اكثر مع حالكم. وبس اذا ضليت بحكي انا رح احكي كثير، فافضل اني انا سكرتني او رح اسكر. شكرا 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 انكم سمعتوني. روحي ذكري يا اميره المرموره الحلوه الاموره. أي شيء، ورح أصحى ممكن على الساعة 10 أكمل أذاكر الباقي. Good night. شوية طاقة إيجابية. لأنه لاحظت أني أنا عم حاول أني أنا أطلع لمستوى الدكتورة وأفهم كل شيء عليها بالروسي، بينما أنا مش عم استوعب غير أحيانا 10% أحيانا 50% هذا الماكسيموم تبعي، وهي صارت في يوم واحد بس. فقررت أني هاي الطريقة غلط وهاي الطريقة مش رح تمشي معي، هاي مش تبع مستواي حاليا أنا في الطب الروسي. فماذا سأقوم به هو كالتالي: بما أنه أنا عندي أوريدي كتير معلومات باللغة الإنجليزية وأنا درسة باللغة الإنجليزية، فرح أراجع معلوماتي كلها، رح بلش هلا بالبالمونولوجي، رح راجع معلوماتي كلها باللغة الإنجليزية، وبعدين أروح أترجم المصطلحات اللي أنا رح أحتاجها لامتحاني. فالأدوية رح يمشي حالها في التريتمنت، بدي بس في الدياغنوسيس أعرف شوي الروسي والمصطلحات يعني تبع الأمراض باللغة الروسية وهكذا. هذا هو اللي أنا فعلا حاليا رح أحتاجه، وهي الطريقة. فأنا لازم أغير طريقتي، مو أني أنا أتقوى على حالي وهالشي ما رح يزبط معي، لأنه هذا مش سكيلز تبعي حاليا، هي سكيلز أنا ما عندي. بس أنا عندي لغة إنجليزية قوية، خليني أذكر بالإنجليزي وأترجم اللي لازم أترجمه أو اللي رح أحتاجه حاليا عشان امتحن الامتحان. فهمتوا علي شو هي الفكرة؟ فما رح أهتم حاليا بشرح الدكتورة. أوكي رح يضيع علي أشياء، أكيد رح تضيع علي أشياء، بس هي هيك أو هيك، حتى لو ذاكرت يعني
رح تضيع علي لانه هي بتشرح بالروسي، فانا في كلتا الحالتين خاسره، فاتليست انه ما اخسر في الامتحان. فهمتوا طريقه تفكيري كيف؟ بدي اكتب فيه واحاول انه هالشي اللي انا حكيته لكم اعمله في شكل بلان، واقدر بلان اقدر انها تتطبق على ارض الواقع وبلان واقعيه. سو ليتس سي يا اصدقائي هذا المخيخ بشو رح يطلع لنا. اذا كنتوا اول مره بتشوفوني انا مير المرموره حلو الامور، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، ولا تنسوا اهم شيء تحبوني في التعليقات وتقولوا لي اشتقنا لك ميرا، حتى لو كنتوا بتكذبوا علي فهمتوني، بحب اللي بيكذب علي خاصه في هالمرحله من حياتي محتاجه للطبطبه. قررت أصدقائي أني أشترك في موقع EMBOS لأني راح أحتاجه. الاشتراك في التطبيق وحده نفسه فقط 129 دولار، ويعطوك 50 حالة فقط، بس إذا بدك unlimited لسنة 299 دولار. فقلت أني أقسطهم، شهر هذا أشترك يعني في الموقع، والشهر اللي بعده أسوي unlimited cases لمدة سنة لأنه راح أحتاج هالشي كثير. سأصبح فقيرة. خلاص تم الدفع، مبروك علينا الاشتراك في التطبيق. اشتريت نيو بروتين من هالبراند هاي، حتى الكرياتين تبعي نفس البراند اسمه ماكسلير، رح جربه. هو الوحيد اللي لقيته لاكتوز فري، وما لقيت لا شوغر فري ولا شو اسمها التانية جلوتين فري، لقيت بس هذا لاكتوز فري، فقلت خلاص حاخذ هذا بالكوفي. وهي بري ورك اوت كمان، يعني بحس طاقتي، بحس هالايام طاقتي ضعيفة جدا بحكم المذاكرة، فقلت خليني اجيب بري ورك اوت يقويني، يعني يعطيني بو يعني طاقة عشان أقدر أتمرن صح. بس مش رح أستعمله دايما الصراحة، لأنه أنا بشوف أنه في الحالة العادية يكفي أنه عندك كوفي أو تأخذ موزة مثلا، شي يعطيك إنرجي and that's enough. فأنا رح أستعمله للحالات الصعبة. وهذا ما سناكات صحية، وهذا إنرجي درينك. بعلامة الهنود اللي عندي حبوب التوتر بلشت تطلع. مطبخت اليوم شاورما من برا وشيش طاووق، عشان اني بذاكر، رح نذاكر اليوم بانكرياتيتس في الكلينيكال ساينس، ونحاول نشتغل شوي على الكلينيكال كيسز، نحاول نقرأ الالترا ساوند، ندرب على قراءة الالترا ساوند، او بدي اذاكر كمان شوية نفرولوجي، وبكرة
دوامي من الساعة 8 للساعة 12 راح يكون في الجاسترو. بعدين بعد ما أخلص الجاسترو إن شاء الله راح يكون عندي نفرولوجي في الأشياء اللي غبت فيها فبدي أذاكرها. وبس keep 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 fighting my friend. إن شاء الله الوقت هذا الصعب سيمر وكل شيء راح يصير منيح. وكل هالشي اللي عم بيصير إنه عم يخلينا أشخاص أحسن ودكاترة أحسن إن شاء الله. هلا راح أروح أكل نكلي شوحانة. بدي شيء هيك يعطيني طاقة عرفتوا. وشكل راح أفتح جوجل ميت معكم. هاي الأيام صرت بنشر كثير على الإنستغرام ستوري جوجل ميت. صراحة كثير منسيني. I love you guys. Thank you so much لإنكم معي. بتعطوني emotional support لإني قبل كم يوم كانت نفسيتي يعني مش منيحة وكنت شوي متأثرة باللي عم بيصير حاليا الحمد لله. مقتنع كل شيء عم يصير لسبب. فشكرا لإنكم موجودين معي والله هيك منسيني. فبعم بعرف أفكر إني أنشر لينك وأحيانا أقول لا خليني أذاكر وحدي ما بعرف لإنه مش حابة أفتح الكاميرا. أحيانا هيك يجيني شعور ما أحب أفتح الكاميرا بس أشوف شعري كيف هايج وشكلي بيرفكت. صبح بس هيك يلا نبدأ نذاكر. أهلين فيكم بأيام قليلة قبل الامتحان أيام العلاج. فيهم كوفي أخذ سميل أوف كوفي. عيني هاي توجع فيها كثير. هاي هي الساعة عندي أيها الأصدقاء فلنبدأ. صحيح صار لي نص ساعة. الساعة واحدة وهو بيرن الموبايل. صحيت بالعافية. الساعة 22 دقيقة هلا كم الساعة 3 تقريبا. طول غسلت شعري عشان اربح الوقت لانه شعري كان مزيت. وحاليا راح ابلش اذاكر لمدة 3 ساعات ونص تقريبا. بعدين اروح للجامعة واحاول اني اروح هنا قبل بنص ساعة. نص ساعة هديك اذاكر فيها قبل المحاضرة. وبس اليوم اخر يوم في السايكل تبعنا. بدي اخلص اليوم لاني تعبت 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 يا الاصدقاء. اتمنى امتى ارجع البيت وانا مثل الخلق ما عم نام. مش قادرة انطق كلمة. خلوني بسرعة اذاكر لانه بدي اراجع الديارة هي الكلينيك. و كثير intestinal diseases. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life? For all your love.
every hidden sign, taking all my roads to you. Uh-oh. And I will fight, I will come to life, calling for all your life. Giving my life back to you. Good night then, ayar astika. This is Sin Imsin. So actually, في كثير حوازيق صايرة في حياتي ولازم أحكي لكم عنها. لأنه لما بحكي لكم عنها ممكن مخي يفرقع. اللي صار معي إنه أسئلة الامتحان طلعت مش هي أسئلة الامتحان وكنت مذاكرة شيء ورح يجينا على شيء ثاني. غير عن انه ما غير متسامحين ابدا انه احنا نحكي انجليزي فلازم اللغه الروسيه نحكي بالروسي. تخيلوا انه انا راح امتحن كارديولوجي بالمونولوجي كارديولوجي بالمونولوجي نفرولوجي اماتولوجي وغاسترو واعطينا يومين بس. بحس انهم سياسه الجامعه تبعنا تعتمد التعجيز مع تعيشك في ضغط نفسي بس هيك. فاللي رح سويه هلا انه انا عندي طبعا اليوم هذا وبكره اني اذاكر فيهم. I'm gonna do my best يعني في النهايه I'm gonna do my best. فتخيلوا رح بلش من الصبر لا حول ولا قوه الا بالله. احس حالي اول مره يصير فيني هيك. كمان كل المشاكل عم تصير في بعض. يعني صاحبة الشقة هاي قالونا اطلعوا منها لانه اقربهم بدهم يسكنوا فيها. بدور على شقة ولازمني اسوي اقامة من اول وجديد. كله خير ورح نشوف هالشي. بس حاليا بجهز في قهوتي رح افتح معكم بث على الجوجل ميت. اللي ما بيعرف انا دايما بنشر لينكات البث المباشر على جوجل ميت على ستوري الانستغرام تبعي. يعني بحدد وقت معين وانشر ستوري لمدة ربع ساعة بعدين امحيها عشان ما يظل كل مرة حدا يدخل وبالتالي يزعجني. عرفتوا انه انا فتح شيء ثاني وبذاكر كل مرة حدا يدخل في وقت. طبعا الجدول اللي شفتوه في هذا كله صار ما عنده اي معنى. بس رح حاول اجمع لي من كل شيء وبرجع الاشياء المتمكنة منها اللي هي متمكنة تقريبا. ما بحب اقول متمكنة ولكن مذاكرة البالمونولوجي مذاكرة الجاسترو. كان ده حب يا ويلي منه لو كان القهوة راحت فيه فمش لازم نحكي. في درس تعلمته من الموضوع هذا انه رب العالمين كل ما يحط في حياتنا مشاكل او تحديات فهذا الشيء عشان نتطور. لذلك فكرتني هالشيء بمن اخذ قطعة الجملة الخاصة به هيك اسم الكتاب. المهم بيقول لك انه على بسرعة لازم تتأقلم بالأجواء. يعني أنا صراحة ظليت يمكن شي أسبوعين محبطة وكنت كارهة الكارديولوجي بسبب الدكتورة لأنه تعاملها كان جدا جدا سيء على عكس دكتورة الجاسترو. الجاسترو أوكي كانت صعبة وعادي أنه بتهزق بس استفدت يا أخي عليها كثير برغم أنه لغتي الروسية جدا ضعيفة. بس ظليت مركزة وبعطي تركيزي فبلقط منها كثير وكنت بذاكر وبدح عن جد. نصيحتي لأي شخص انه اذا تحطيت في كونديشن حاول انك بسرعة تطلع منه. لانه اذا انت راح تظل مكتئب انه تستنى في شيء يتغير وفي الواقع او في الحقيقة ما في شيء راح يتغير. اللي لازم يتغير هو انت. الواقع ما راح يتغير. نصيحتي لكم انه بسرعة. اللي بعده فالحمد لله حتى يبدو الحمد منتهى. اول شيء بدي اقول الحمد لله لانه تيسرت ولقيت شقه. انكم دائما تتاقلموا مع التغيير لانه اللي يميز الناس عن الناس انه في شخص ما يتاقلم ويستنى في معجزه انه الدنيا تتغير وبالتالي هون راح يفشل مع الاسف. الشخص الثاني اللي هو ياخذ شوي وقت ولكن يتغير مثل حالتي انا شوي اخذت وقت. وفي شخص ثاني لا بسرعه. وعلى فكرة لما تكون محاط بأشخاص بسرعة يتغيرون هالشي يعطيك حافز. يعني أنا شفت هيك كذا زميل إنه ما شاء الله عليهم لما حالهم هم بيعرفون اللغة الروسية مش زي أنا. يعني درسين سنة لغة بس إنه شفتهم على طول تغيروا إنه يعني كانوا مستعدين للتغيير. أنا أخذ معي وقت. وصراحة رح أقول لكم الشي ثاني إنه اللي خلاني هاي الأيام إنه كمان ساعدني إني أنا أتأقلم إنه
رح عم بتخيل صورة الطبيبة الناجحة اللي أنا شايفة نفسي فيها أو صورة البنت الناجحة. شو أنا لابسة؟ كيف هي حياتي؟ شو هي السيارة اللي أنا عندي؟ شو هي العيادات أو العيادة اللي أنا عندي؟ كيف شكلها؟ شايفة صورة أنا كيف عم بشتغل؟ فكل ما عم يصير معي هالموقف بقول كل داون، هل الشخصية المستقبلية الأفضل شخصية فيي أنا اللي أنا بحلم أوصل لها، هل راح تعلق في هالشي؟ هل راح ترضى انها تقعد في القاع؟ لا، اكيد راح تشتغل على نفسها، اكيد راح بدها تطور نفسها، اكيد راح تعطي كل ما عندها. فانا شايفة هاي الشخصية هاي، فلهيك على طول بقوم بقول let's do it. انا حلمي اوصل لهيك، فانا لازم اتعلم، فانا لازم اعرف احكي روسي، فانا لازم افهم، وهكذا. فحبيت اعطيكم هاي التبس، وهلا يلا نبلش نذاكر، تأخرت على جامعة جوجل ميت. باي، هينا هالقهوة يا اصدقائي. قديش بعشق القهوة، والله تغير لي مودي. الكاميرا راح تطفى في الوقت الغير مناسب. الأصدقاء تفكروا قديش إنه أنا شخص بحب أقعد في البالكون. هذا يكون آخر خريف لإلي في روسيا، ممكن أطلع برا البلد، ممكن أنقل، ما بعرف. فقاعدة جالسة إني بستمتع باللحظة. تذكروا المتابعين القدامى لإلي يعرفوا إنه أنا لما بكون هيك في فترة امتحان ما بعرفش إيش، لازم أقعد هيك في البالكون وأفتح الشباك في طقس كثير بارد وأشم. وبعد هاي العادة عندي ما تغيرت. إيش أنا مسويها هاي العادة؟ بحس أول شيء إنها تصحصحني، خليني هيك افوق، وثاني شغله بتعطيني طاقه ايجابيه غير طبيعيه يا جماعه، كانك هيك سويت شاور بمياه بارده. بحس حالي اني حره حيه. anyway انا كثير كثير بحب الخريف هون في روسيا، وبحب كمان الربيع والصيف تبعهم، بجنن الطقس هون. عندك بس الشتاء هو اللي صعب. ومعي الطقس قد ايه حلو. هون بستمتع بالسناك هذا. تذكروا يا اصدقائي مرموراتكم القديمة، كيف كنت اني بتوتر لما افوت للامتحان؟ شايفين قد الواحد يتطور؟ حاليا سنة سادسة وداخلة لامتحان مهم ومش مذاكرة منيح وبالروسي اصلا، ولا فرق معايا الناس من سالك من بصاص من راضي ومين اتغى. Let's keep fighting my friend. دنيا حلوة احلى سنين بنعيشها واحنا عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متفائلين. لقد تم اغتصاب الاغنيه، نعتذر لك يا نانسي. يا ان انا امنيتي مره اصور فيديو شعري هيك يكون متظبط. بس والله هي حالتي وحالتكم على فكره، كلكم هيك في الامتحانات، فما تبلشوا يعني هيك تشوفوا حالكم علي، كلكم هيك شعركم منكوش، حتى انتم الشباب. اكسكيوز مي. Let's go.
مش فاهمة ولا كلمة. انا من النوع اللي كل ما بخلص بلوك على طول اشتغل كثير على الكلينيكال كيسز، لانه بحس الكلينيكال كيسز يكملوا المعلومات. يعني مش مهم اذا انت جاوبت صح او غلط، بقدر ما مهم انك تفهم الاكسبلانيشن انت ليش جاوبت غلط، او عرفتوا تكون فاهمين، لانهم يربطوا لك مليون مرض مع بعض، ومع شويه فارما على شويه الميكانيزم تبع الدواء على شويه ما بعرفش انا فيسيولوجي انا هيك، تحس انه كل المعلومات كلها تبعك بدك تصرفها في شيء واحد فقط. فبحب هيك اني انا اشتغل كثير على الكلينيكال كيسز عشان اجهز نفسي للجرادويشن، لانه امتحان الجرادويشن راح يكون هيك. انا فيها طبع شوي غريب ايها الاصدقاء، انه اذا بدي اطلع من شقة او هيك انا كيف اودعها، يعني انه اضل اقعد في البالكون اسمع اغاني اشم الهواء اللي طالع من البالكون بعدين اروح. هل في احد هيك فيكم عنده هاي الطقس الغريبة مثلي؟ انا هيك كيف بودعها، لاني هاي الشقة جدا عزيزة على قلبي احبها. It's time يا جماعة to say goodbye. لن أقول إلى اللقاء بل سأقول وداعا، وبدنا نسلم الشقة بكرة إن شاء الله. كل شيء نظيف، كل شيء تمام في هالشقة. سأشتاق إليها كثيرا. بحبها هاي الشقة لأنها كانت عتبة خير علينا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لعل في خير إنه نطلع منها. الوداع أيها الشقة، وشكرا على جميع الذكريات الجميلة. الله عليك. هالمكان هذا درسنا فيه كثير. لن أقول إلى اللقاء بل وداع. تعلقت بهالشقة كثير، ولكن لعل في خير.